ما موتش على الدم التقيل ده. سارة أنا عايزك تموت وأنت مطمنة. جوزك راجل نظيف. أنا قلبت الشات بتاعه وكل ما لقيتش أي حاجة. والشهادة لله يعني أنت ما تتخانيش. فكر يا مروان. لو أنت راجل فكر. خليك راجل يا مروان. لو راجل يا مروان بلاش هي. خليك راجل يا مروان بلاش هي. لما تفوق ممكن نشوف امها هتعمل ايه فيها. بلاش يا مروان، مروان بلاش عشان خاطرك. انت ايه يا اخي؟ امك ده عيالك؟ انا مش فاهم. يعني شوف ربنا مين اللي تلحقك مني؟ مراتك. انت كان ليكي عندي طلب واحد ما يتردش، وانا عشان راجل بحب اللعب هنفذه لك، بس على شرط انا عايز ساره بايديها الحلوه دي تضرب فارس على وشه قلم انما ايه طرقه. وده ليه؟ علشان خاطر تقول له عيب. ما يصحش يا فارس. ما هو مش هينفع يا مروان. خلاص خلاص عشان خاطري، عشان خاطري يا سارة ساعدي نفسك وساعدي فارس. لا يا سارة لا، ما تموتنيش انت. لا لا يا سارة ما تموتنيش انت. ولا اختاري مروان. عايزين نتصرف بسرعة يا كرم، الوقت بيسرقنا. جان هانم نايمة فوق منهارة. للأسف رضوان هرب من رجالتي، بس هنوصل له. أهم حاجة سلمى يفضل تليفونها مفتوح أطول فترة ممكنة عشان نعرف مكانها فين. إيه حكاية رضوان ده؟ ولا حاجة، واضح إنه مش قادر ينسى اللي حصل لأبوه وأمه. هو أبوه كان شغال مع زينبي الله يرحمه، مظبوط؟ مظبوط، اتقتل في عملية من العمليات بعدها بسنتين ومتقتلت. بعدين؟ ولا قبلي؟ هو تصور انه زين وراء قتل ابوه وامه، بس زين ما عملهاش. ايوه تمام. اقفل. رضوان في المكس. حلو كده بقى، يبقى قضي الأمر.
خير يا دكتور؟ احنا طلعنا الرصاص والحمد لله، لكن ما اخبيش عليكم في واحد من الاثنين حالته مش مطمئنه بالمره، الموضوع ممكن يحتاج عمليه. مين فيهم يا دكتور؟ ما تقلقوش باذن الله خير، بس انتوا ادعوا لهم ربنا ينجيهم. حاضر ان شاء الله. وانا بامن على الحراسه اللي على اوضه صالح، ما لقيتش ولا واحد منهم، وما فيش حد في الدور كله. احنا شكلنا كده متطورين. في واحد في المكس اسمه الرئيس رفاعي، أي حاجة هتحتاجوها هناك هو هيقضيها لكم. لسه برضو زي ما أنت يا كرم. الله يرحمك يا سيدي. كان دايما يقول لي كرم ده برغم سنه الصغير إنما له في كل خرابة عفريت. خرابات دلوقتي كلها بتاعتي، العفاريت اللي فيها كمان. الله يرحمه زين بيه، مهما عملت مش هوفي اللي عمله معايا ابدا. ازاي بقى؟ ده كفايه انك جيت ولحقت العيله. من غيرك كان زمانهم كلهم ماتوا. لكن قول لي بقى يا كرم، العفريت بتاعك بتاع الماكس ده معانا لحد فين؟ لبعد الاخر بشويه. ايوه مريم. عمار؟ ايوه يا سليم، عمروا رؤية. طب اسمعي، ما تخليهمش يروحوا في اي حته، امسكي فيهم وخليهم قاعدين لغايه ما ارجع. لا يمشوا فين، دول في عينيا وقلبي. اصيله يا مريم، ربنا يخليك ليا يا حبيبي وترجع لي بالف سلامه. انا مش عارف اقول لك يا كرم. ما تقولش حاجه يا سليم بيه، لولا اني مسافر بره مصر كنت جيت معاكم المكس. حتى اسكندريه وحشتني. كأنك معانا بالظبط، وكفاية اللي عملته لحد كده. عموما لو احتجتني انت عارف هتجيبني ازاي. تروح وترجع بالسلامة. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تعرفش فين الرئيس رفاعي؟ الحمد لله على السلامة.